نشوف كده لما نغيب، اعتبروا بعض مؤقت وهو كده احسن ليا وليك. خلينا نبعد فترة ونشوف كده لما نغيب، يا نفوق والبعضنا نرجع يا نقول ما حصلش نصيب. وانا لسه باقي على الحاجات اللي انا جنبك عشتها، ده انت رغم ان انت قاسي كان فيك حاجات بحبها. سيبنا نبعد فترة يمكن البعد ده كده يفيدنا، وان حد سألك مرة عني ما تقولش موضوعنا انتهى. وانا لسه باقي على الحاجات اللي انا جنبك عشتها، ده انت رغم ان انت قاسي كان فيك حاجات بحبها.